أعزائي طلبة الصف التاسع على الأساس، ألتقي معكم في محاضرة أخرى ضمن محاضرات الوحدة الأولى ضوابط اللغة، وسيكون اليوم لدينا الإملاء في الدرس الخامس ضوابط اللغة الإملاء والقواعد. الإملاء الألف المتطرفة في آخر الاسم، الإملاء الألف المتطرفة في آخر الاسم. أخذنا في محاضرة سابقة الألف المتطرفة في آخر الفعل، أما اليوم نأخذ الألف المتطرفة في آخر الاسم. الآن نأتي إلى رقم واحد، أقرأ ما يأتي ثم أجيب عن الأسئلة اللاحقة. عصا وفتى، عصا وفتى. أيضا هنا هذه ألف ممدودة وهذه ألف مقصورة، والاسمان هنا ثلاثيان، ولكن الاسم الأول منتهي بألف متطرفة ممدودة أو طويلة، وهنا فتى اسم ثلاثي منتهي بألف متطرفة مقصورة. التي بعدها منى، منى أيضا اسم ثلاثي منتهي بألف مقصورة. ربا اسم ثلاثي منتهي بألف ممدودة. مبنى اسم منتهي، اسم منتهي بألف مقصورة، بألف مقصورة. مصطفى ألف اسم منتهي بألف مقصورة. مستشفى اسم منتهي بألف مقصورة. دنيا اسم منتهي بألف طويلة. يحيى اسم منتهي بألف طويلة. يحيى مرة أخرى اسم منتهي بألف مقصورة. هنا يحيى ويحيى، إحداهما اسم وإحداهما فعل، إحداهما مكتوب بألف مقصورة وإحداهما مكتوب بألف طويلة، سنأتي بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. الآن نذهب إلى ألف. في السطر الأول أحول، في السطر الأول أحول الاسم المفرد إلى المثنى. هذا السطر الأول، لدينا عصا، ماذا يصبح؟ عصوان مثنى. ولدينا فتى، يصبح الفتى المنتهية بألف مقصورة تصبح فتيان، فتيان. إذن عصا عصوان، فتى فتيان، مثنى. وفي السطر الثاني أحول الجمع إلى المفرد، ماذا استنتج؟ هنا طبعا عصا مفرد يصبح عصوان في المثنى، فتى مفرد يصبح فتيان في المثنى. إذن السطر الأول قمنا بتحويل الاسم المفرد إلى المثنى، عصا كان في المثنى واو، فتى في المثنى ياء، أصله ياء. أما السطر الثاني فجمع، منى اسم جمع، نقول منى نقوم بتحويلها إلى المفرد، إلى المفرد ماذا تصبح؟ يصبح منيا، منيا أي أصلها ياء في المفرد. وربا، ربا جمع، نحولها إلى المفرد يصبح ربوة، إذن أصلها واو في المفرد. ماذا استنتج؟ استنتج أنه في السطر الأول والسطر الثاني المقصود الأسماء الأربعة، عصا فتى منى ربا، عند تحويل المفرد إلى المثنى ننظر هل أصلها واو أو أصلها ياء. أو بصيغة أخرى نقول إذا كان الاسم ثلاثي أصله واو في المثنى يكون ألفها طويلة ممدودة، وإذا كان اسم ثلاثي، اسم ثلاثي ومفرد، ومفرد أصله ياء في المثنى ألفه تكون مقصورة، ألفه مقصورة.
إذن هنا نقول عصا، إذا جاء في الامتحان نقول عصا الألف طويلة، لماذا نقول؟ لأنه اسم ثلاثي مفرد أصله في المثنى واو. فتى نقول الألف مقصورة لأنه اسم ثلاثي مفرد أصله في المثنى ياء، هكذا نكتبها. أي نستطيع أن نكتبها بهذه الصيغة، صيغة إذا تريدون أن تكتبها عندكم. نقول سبب الألف في عصا، نقول عصا السبب كتابة الألف، طبعا نقول لأنه اسم ثلاثي مفرد أصله ياء في المثنى. أما فتى نقول فتى اسم ثلاثي مفرد أصله ياء في المثنى. هكذا يكون الجواب في الامتحان. عصا نقول لأنه اسم ثلاثي مفرد أصله ياء في المثنى. أما فتى نقول اسم ثلاثي مفرد أصله ياء في المثنى. إذن عصا الألف طويلة لأنه اسم ثلاثي مفرد أصله ياء، أصله واو، أصله واو في المثنى. عصوان، عصوان، أعتذر. عصا نقول الألف طويلة لأنه اسم ثلاثي مفرد أصله واو في المثنى، عصوان. فتى نقول اسم ثلاثي مفرد أصله ياء في المثنى، فتيان. هكذا نكتبها في الامتحان. أما الآن نأتي إلى السطر الثاني. الثاني كلمة منى أو اسم منى، اسم منى واسم ربا، اسم ربا. لماذا الألف مقصورة في منى ولماذا الألف طويلة في ربا؟ نقول منى منتهية بألف مقصورة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد جمع أصله ياء في المفرد، هذا الجواب. أما ربا نقول لماذا الألف طويلة أو ممدودة؟ نقول لأنه اسم ثلاثي جمع أصله واو في المفرد، هذا يكون الجواب. إذن نتمعن عندما يأتينا عصا ومنى وربا وفتى، ننظر هل الكلمة والاسم مفرد أو جمع. إذا كان مفرد نقوم بتحويله إلى المثنى، وإذا كان جمع نقوم بتحويله إلى المفرد. هكذا يكون بالنسبة إذا كان الأسماء ثلاثية. أما إذا كانت الأسماء جمع أكثر من ثلاثي كما في السطر الثالث، نقول مبنى مصطفى، مبنى رباعي. ننظر فقط إلى قبل الأخير كما أخذنا في الفعل في الأفعال. إذا كانت غير مسبوقة الألف مقصورة، غير مسبوقة بياء. أما إذا كانت مسبوقة بالياء فالألف تكون طويلة. أيضا نفس القاعدة تنطبق على الأسماء. نقول مبنى، لماذا الألف مقصورة؟ نقول لأنه الألف مقصورة لأنه اسم رباعي غير مسبوق بياء. مصطفى نقول الألف مقصورة لأنه اسم خماسي غير مسبوق بياء. مستشفى نقول الألف مقصورة لأنه اسم سداسي غير مسبوق بياء. دنيا نقول الألف ممدودة أو طويلة لأنه اسم رباعي مسبوق بالياء. يأتينا ملاحظة فقط في السطر الأخير، قد أتى في امتحان الوزاري لأكثر من مرة أعزائي طلبة الصف التاسع، يحيى ويحيى. لماذا هذا يحيى الأولى تكتب الألف الطويلة ويحيى الثانية تكتب الألف المقصورة؟ هنا فقط نقول التفريق بين الاسم والفعل، بين الاسم والفعل. يحيى الأولى، يحيى الاسم الأول يحيى، طويلة فعل، نقول أحيا يحيى فعل. أما يحيى الثاني فهو اسم، إذن نقول لأنه اسم شذ عن القاعدة، أو للتفريق بين الاسم والفعل. إذا أتى يحيى، هذا يحيى، نقول لماذا كتب بالألف مقصورة؟ لأنه سبق بالياء، يفترض أن يكتب بالألف الطويلة، ولكن كتب بالألف المقصورة يحيى
لأنه اسم شذ عن القاعدة. طبعا هذا كان ما هو مطلوب منا في السطر الأخير جيم. نأتي إلى السنتاج أعزائي الطلبة، نقرأه لحضراتكم، نرجو المتابعة. نرجو المتابعة والإنصات بشكل جيد. الاستنتاج: تكتب الألف متطرفة، الألف المتطرفة ممدودة في الاسم الثلاثي إذا كان أصلها واو، يعرف الأصل بتحويل الاسم المفرد إلى المثنى وبتحويل الجمع إلى المفرد. الأسماء الرباعية والخماسية والسداسية المختومة بألف مسبوقة بالياء هكذا تكتب، إذا كان مسبوقة بالياء تكتب ممدودة، وإذا لم تسبق غير مسبوقة تكتب مقصورة. تكتب الألف المتطرفة مقصورة في الاسم الثلاثي إذا كان أصلها ياء المقصورة، الثلاثي إذا كان أصلها ياء. الأسماء غير الثلاثية وغير المسبوقة بالياء أيضا تكتب مقصورة. الاسم العلم يحيى الذي شذ فكتب بألف المقصورة، لماذا؟ تمييزا له من الفعل يحيى، من الفعل يحيى. هكذا يقول لنا، وهذه القاعدة أيضا موجودة. الآن فقط شفويا نقوم بحل بعض الكلمات، وقد أترك لكم بعض الكلمات الأخرى. نقول شذا الألف طويلة، لماذا؟ لأنه اسم ثلاثي، ثلاثي مفرد أصله واو في المثنى شذا وام. ندى الألف مقصورة، لماذا؟ نقول لأنه اسم ثلاثي مفرد أصله ياء في المثنى. خطى، خطى أقول لكم لماذا الألف طويلة؟ تقولون خطى الألف طويلة لأنه اسم ثلاثي وجمع أصله في المفرد واو خطوة. رؤى لماذا الألف مقصورة؟ تقولون في الجواب رؤى اسم ثلاثي جمع أصله ياء في المفرد رؤيا. نوايا لماذا الألف طويلة؟ لأنه اسم خماسي مسبوق بياء. يحيى الألف لماذا مقصورة وقد سبقت بالياء؟ تقولون لأن للتفريق لتمييز بينه وبين الفعل يحيى، إذا اسم شذ عن القاعدة. رؤيا تقولون الألف طويلة لأنه اسم رباعي مسبوق بياء. ملتقى الألف مقصورة لأنه اسم خماسي وغير مسبوق بالياء. هذا ما أردنا أن نفصله لحضراتكم، وأتمنى لكم الصحة والسلامة. إلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله.